إذاعة سلطنة عمان تقدم حوار في القانون، إطلالة على مواضيع قانونية في حوار قانوني هادف. الإعداد والتقديم ميمونة بن سعيد السليمانية. حوار في القانون، إخراج جمال بن محمد الشعيري. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين الكرام، أصدقاء حوار في القانون، مسي عليكم بالخير في جو مغبر قليلا لكن تحسن، وأتمنى لكم إجازة أسبوعية سعيدة. حان وقت برنامجنا حوار في القانون لمدة ساعة من الزمن نتناقش فيها ونستفيد بمعلومة قانونية، فمساكم الله بالخير وحياكم معنا. مستمعينا، كعادة كل أسبوع لدينا موضوع قانوني يتصل بحياتنا المعتادة، لأن القانون هو حياتنا اليومية، هو تعاملنا اليومي، والحياة فيها تفاصيل عملية كثيرة. في مواضيع قانونية تتصل بحياتنا اليومية، يعني كل يوم نتعامل وتحصل مسائل قانونية، وفي مواضيع للأسف إنها ما تكون ملحة ولا تأتي في بالنا إنها راح نتطرق لها إلا بعد حدوثها، لكن الدول المتحضرة والأنظمة المتمدنة هي التي لديها قوانين تعالج كافة الأوضاع عشان ما يخلق خلق أو نوع من البلبلة عند الأشخاص. موضوعنا بدون إطالة عليكم أكثر هو موضوع مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية. ما هو هذا الموضوع؟ كيف الوضع؟ طبعا مو الهدف أن النظام الصحي في سلطنة عمان حقق إنجازات كبيرة على الأقل في البنية التحتية وفي إعداد. طبعا كثيرين يعلمون أن الحقل الصحي بشكل عام، المهن الصحية هي مهن نادرة، يعني لا تكفي، يعني كل الدول تعاني من استقطاب كفاءات صحية مناسبة، لأن هذا يتعامل مع البشر وليس مع آلة، فيبغى له متطلبات معينة وليس من السهل الحصول عليها. فيعني تحية نوجهها إلى يعني مسؤولين عن القطاع الصحي، لأن البنية التحتية موجودة، الأجهزة موجودة، لكن في يعني ما نقدر ننكر أن في ناس تتطلب علاجها إلى الخارج، ما زلنا لحد اليوم، وما زال في عندنا مشكلة التشخيص اللي هي الكثيرين يتكلمون عنها. زين، فش الحل؟ لازم نتكلم قليلاً عن مسؤولية الطبيب، عن النظام اللي ينظم العلاقة بين المريض وبين الطبيب. لماذا؟ لأن المريض يا جماعة الخير ترى يكون في وضع أقل يعني قوة، زين، وفي وضع احتياج، لأن يعني صحته وأهم شيء في الإنسان هو الصحة والبقاء، فلذلك يكون في موقف يعني يمكن يكون أقل يعني حظا أو أقل قوة ليدافع عن هذا الحقوق. من المفضل أن نحن نكون أكثر متثقفين في هذا الموضوع، بالذات أنه إحنا في مجتمع الحمد لله اجتماعيا في ترابط. عادة لما يكون شخص مريض يكون محيطين به هم عائلته وأقاربه، فلو كلنا نحن تصرفنا بطريقة مختلفة مع أقاربنا أثناء مرضهم وتعرفنا على المعلومات القانونية الخاصة بمسؤولية الطبيب، ربما كانت نتائج تختلف قليلا عن من نحب وهم في صحة يعني تحتاج رعاية. فنحييكم ونرحب فيكم في حلقتنا اليوم. بيكون معنا ضيف عزيز زميلنا في المحاماة اللي هو الأستاذ عبد العزيز بن ناصر بن سعيد الراشدي، وهو محامي. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. السلام عليكم، كيف مساك أحبار. الله بالخير. الله يمسيكم بالخير. سبحان الله، اليوم احنا يعني متواعدين مع الأستاذ عبد العزيز من فترة، ولكن صدفة أيضا هو اليوم صحته يعني شوية، فسامحونا عنده إنفلونزا بسيطة. ماشي، بس إن شاء الله ألف سلامة، ما تشوف شر إن شاء الله، أجر وعافية. فاليوم بنتكلم عن الموضوع هذا، تابعوا معانا، وكالمعتاد عندنا
نستقبلكم على رسائل نصية على 90484 وعلى أرقام الاتصال 2464-0234 أو 2464-0233. طبيب جراح قلوب الناس داويها يا مجرى سهرت الليل داريها. الفرح بيغني تعالوا اسألوا عني انا اللي بيكره اطب الكون ما تشفيني. رجعنا لكم مستمعين الكرام ونرجع لموضوع طبيب جراح وإلى مسؤولية الطبيب. إحنا كالعادة نبدأ بمادة قانونية الأساسية لتنظم هذا الموضوع. فكالمعتاد النظام الأساسي للدولة هو ينظم كافة المبادئ العامة للدولة الخمس، المبادئ الخمس تكلمنا فيها في حلقة سابقة. فحلقة اليوم مسؤولية الطبيب تتعلق ب المبادئ الاجتماعية اللي أرسلتها المادة 12 من النظام الأساسي للدولة، واللي تقول أن الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، وتكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون. وبعدين نتكلم عن التلوث أيضا نفس المادة، لأن التلوث طبعا من يعني آثار السلبية هو التأثير على صحة الفرد والمجتمع. أنا يا جماعة الخير يعني أعيد أن يعني البنية التحتية موجودة الحين، التطبيق العملي ل يعني ما يخص المهن الطبية هو ما يعنينا اليوم. ولذلك ببدأ على طول في حواري مع الأستاذ عبد العزيز. عبد العزيز، ما هو الخطأ الطبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأخطاء الطبية، هي عبارة عن أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة، أو هي نتيجة ممارسات عملية وطريقة حديثة وتجريبية في العلاج، أو نتيجة حالة طارئة يتطلب السرعة على حساب الدقة، أو نتيجة طبيعة العلاج المعقد تصل نسبة
تختص نسبة حالات الوفاة نتيجة خطأ طبي معدلات عالية سنوية في معظم أنحاء العالم، ومنها الدول المتقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، يقدر حالات الموت الناتج عن أخطاء طبية إلى ما يقارب 98 ألف حالة وفاة سنوية. نعم، فهذا إذا الخطأ الطبي عنده عدة مصادر، أحد منها السرعة على حساب الدقة والنوعة نوعية، أحيانا بسبب ممارسات جديدة مستحدثة لم يتم تجربتها، أو بسبب إهمال في النظام الصحي نفسه، وأنه العدد فيه ازدياد بسبب، يعني طبعا الولايات المتحدة سبب الإشارة لهذا الرقم، هو طبعا بلد كبير جدا يعني، فلكن احنا يعني فرد واحد كان يعني من أحيا يعني نفسه واحد كأن أحيا الناس جميعا، فيعنينا ولو شخص واحد الآن يستمع إلينا يتأثر بخطأ طبي في سلطنة عمان إنما يتعرض له. نحن يعني سمعنا حالة من شهرين تقريبا، نسأل الله الرحمة لي يعني الأسرة، يعني عمادها الأم، فالأم لما تكون تعبانة و و و الأم تكون تعبانة وتروح وهي بصحة جيدة، يعني مو أن عندها شيء يعني مقلق للصحة بدرجة أنه يفضي للوفاة وتنتهي بالوفاة، هذه مشكلة كبيرة، وهذا حصلت في شمال الباطنة أظن. نسأل الله لها يعني المغفرة إن شاء الله. كذلك في كثيرين يعني بشكل يعني أهم شيء طريقة التعامل مع الخطأ الطبي. فأول شيء أستاذ عبد العزيز، أيضا بعد ما عرفتنا على الخطأ الطبي، ما يعني هي ما هي العلاقة بين الطبيب والمريض؟ ما هي هذه العلاقة؟ مسؤولية الطبيب الذي يختاره المريض لعلاجه هي مسؤولية عقدية، والطبيب إن كان لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين مريضه بشفاءه أو بنجاح العملية التي يجريها له، لأن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة، وإنما هو التزام ببذل عناية. لحظة نتوقف هنا، ليس لتحقيق نتيجة بل بذل عناية، ما معنى ذلك؟ العناية المطلوبة تقتضي أن يبذل الطبيب لمريضه جهودا صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي، لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني. وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول، ولما كان التزام الطبيب التزام ببذل عناية، فإذا أنكر المريض على الطبيب بذل عناية الواجبة، فإن عبء إثبات ذلك يقع على المريض. لا شك أن بعد التقدم العلمي الهائل الذي أحرزه في الطب أو تم إحرازه في الطب، واختراع أجهزة طبية حديثة مساعدة ساعدت الأطباء في الكشف عن الأمراض في مرحلة مبكرة للسرعة علاجها، علاوة على عقاقير متطورة تم إنتاجها وما صاحب هذا من ضرورة معرفة الطبيب بأصول مهنته على وجه لا يقبل الشك، سواء في تشخيص المرض ووصف الدواء أو في تدخل الجراحي أو العلاج، قد ألقى هذا العبء المسؤولية الجسيمة على الطبيب في حالة الخطأ في هذا المجال. جميل، إذا أنت تقول أستاذ عبد العزيز أن الخطأ الطبي، يعني العلاقة، ماهية العلاقة بين الطبيب والمريض هي علاقة عقدية، لأن دخول المريض إلى المستشفى أو العيادة هو قبول، الإيجاب هو فتح العيادة أو فتح المستشفى، والقبول هو الدخول. تذكروا لما تكلمنا عن العقد وكذا، إن شاء الله مستمعينا يتابعون معنا. فيعني إذا العلاقة عقدية، أنا اخترت هذا المستشفى أو هذا المستشفى متاحة وأنا رحت أتعالج عندهم، بالتالي في مسؤولية عقدية زائد بذل العناية وليس تحقيق نتيجة، يعني أنه هو يبذل ما يستطيع وفق أفضل الممارسات الطبية. نعم جميل. إحنا عندنا اتصال على ما أعتقد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ سالم الجعفري. مساء الخير أستاذ ميمونة، نمسي بضيفك الكريم ونمسي كل من يستمع لهذا البرنامج، وهو بلا شك ثقافة قانونية. مرحبا بك. نعم، معي سالم بن محمد الجعفري من ولاية جعلان بني أبو علي. أهلا بك صديقي البرنامج المعتاد، تفضل أستاذ سالم. أستاذي، بالنسبة
الأخطاء الطبية. نحن أخطاء إدارية كل الأخطاء الطبية. إدارية. أظني عندما نضع أخطاء غير ماهرين في أماكن حساسة قد تقع الأخطاء الطبية. ونحن نؤمن بأن الطبيب ما هو إلا هو يبذل قصارى جهده من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية في هذا للمريض. ولكن الأخطاء تكون في اختيار رجال غير مناسبين لأماكن حساسة وأماكن في قمة الأهمية. قصدك يعني غير الطبيب يعني الأشخاص محيطين فيه يعني؟ الأشخاص يعني عندما أختار كفاءات قراعة مثلا في 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 أماكن معينة يجب أن أختار هذه الكفاءات على أسس ومعايير معينة. لا أزق بشخص مبتدئ وأضع في أماكن في الطوارئ في إلى آخره في أماكن حساسة. جميل. يجب أن الشخص المبتدئ أن يتدرج إلى هذه الأخطاء الطبية. تقع نحن نؤمن بها أنها تقع، ولكن هل لدى المجتمع الثقافة واكتشاف هذه الأخطاء الطبية واللجوء إلى القضاء؟ أظني يعني بعض الأخطاء الطبية هضمت والمواطنين لم يتقدموا بها، والقليل من الأخطاء الطبية التي أصبح المواطنون يطالبون بحقوقهم. أختي ميمونة، المحور الثاني الذي أردت أن أتطرق عليه هو النظام الأساسي كفل حقوق العلاج للمواطن في هذا البلد المعطى. ولكن عندما نلاحظ، أنا أردت ضيفك أن يعرج على هذا الموضوع، إن المواطن العماني يتعالج في هذا البلد بمبالغ عندما يقع إليه حادث ما وهو غير مؤمن. المشرع ماذا وضع لهذا؟ النظام الأساسي كفل للمواطن العلاج بالمجان. هنا يحمل الطرف الآخر التأمين، وإذا كان غير مؤمن يتحمل المواطن وأهله التكاليف العلاج. زين لحظة يعني عشان أستوعب سؤالك. لحظة أستاذ سالم عشان نستفيد من سؤالك. أنت سؤالك كالآتي: لما يكون الشخص المواطن يعني علاجه مجاني صح؟ نعم. يعني التأمين يعني ما يستفيد من التأمين لأنه علاجه مجاني، كذا قصدك؟ لا لا، أنا أقول لكل مواطن نظام الأساسي كفل له العلاج. نعم. العلاج. ربما وقع حادث وهذا الشخص غير مؤمن سيارته وهو مواطن عماني. غير مؤمن سيارته أو غير مع رخصة قيادة مثلا. نعم. لماذا هو يتحمل العلاج؟ بما أنه هو كمواطن عماني. أنا كمواطن عماني النظام الأساسي كفل لي العلاج بالمجان في بلدي. زين أقول لك الأخ سالم، وهل هنالك تشريع يناقض النظام الأساسي أو يحمل المواطن؟ جيد، احنا بنناقش في موضوعك، بس يعني نشكرك على اتصالك وعلى مداخلتك القيمة، خصوصا ذكرت انت الأخطاء الإدارية، فعلا هذا كلام في محله. أشكرك ألف شكر أستاذ سالم، وكن معنا على السمع. شكرا لك أستاذ ميمون، والشكر لفضلك. ألف شكر، في مال الله، مع السلامة. وأصبحوا لي على طالة. لا الروح بوسع حيابك. أنا تعليقا على جزئية الأخطاء الإدارية، أنا يعني توقعت أنه يقصد أن أخطاء إدارية مثلا في تنظيم العمل، توزيع الأعمال، تخفيف العبء على الطبيب، لأن أحيانا يكون العبء كثير على الطبيب فيقع في أخطاء. يعني إحنا كنا نتكلم عن العلاقة بين المريض والطبيب، وعندنا حالة نحن نفضل أنها تكون بمسمى، يعني ما هو مسمى الحقيقي، فإحنا بنسميه الأخ أحمد. طيب يا جماعة الخير، نستمع إلى حالة أحمد، وهو شخص شاب عماني ناجح، وهذا اسم حركي إحنا اخترناه فقط لغايات وأسباب يعني تتعلق بالخصوصية. نأخذ الاتصال نشوف وضعه مع الأخطاء الطبية في سلطنة عمان. مساء الخير. مساء النور أختي ميمون. كيف الحال أحمد؟ الحمد لله، الله يعافيك. طبعا أحمد، إحنا اليوم حلقتنا عن الأخطاء الطبية، معك ميمون السليماني ومعانا المحامي عبد العزيز الراشدي. سؤال: كيف الصحة؟ مختلف الآن صح يا أحمد؟ الحمد لله على كل حال. صح، هذا السؤال سابقا قبل ما تتعرض لهذه التجربة كان يختلف إجابته صح؟ والله يختلف 180 درجة. نعم أحمد، عرف مستمعين الكرام على الحالة اللي تعرضت لها كخطأ طبي. الحالة كانت بسيطة جدا، عبارة عن التهاب في القولون وكان يستدعي جراحة. أنا ممكن أقول عنها أنها بسيطة،
لأنه في حد من زملائي سوى نفس العملية في مستشفى آخر يعني غير عن المستشفيات الخاصة، والحالة هذيك اللي عملت نفس العملية في نفس الفترة اللي أنا سويتها، الشخص هذاك خلال أسبوعين رجع حالته طبيعية جدا ورجع يداوم مثله مثل المكان أول يعني. أنا الحين شهرين ونص وبعدني في الفراش. يعني اضطريت أنه بعد ما مريت بمرحلة علاج عندهم أو عملية كانت للأسف فاشلة. أنت تعالج في مؤسسة صحية خاصة؟ في مؤسسة صحية خاصة نعم، وطبعا من المؤسسات المعروفة، أنه يكون لها وزنها واسمها يعني في السلطنة معروفة جدا يعني. نعم. فبعد ما كملت شهر عندهم يعني كذا مرة تنومت عندهم التهاب حاد بعد العملية من مضاعفات العملية، دخلت مرحلة علاج ثانية في مستشفى حكومي ولا زلت لحد الآن. لما رجعت لهم احكي لنا كيف انتقلت، لأن هذه كثير من الأخطاء الطبية في القطاع في المستشفيات الخاصة تحصل، هذا السيناريو يحصل يعني يعالجوا الشخص ويحاولوا فيه يحاولوا فيه يحاولوا فيه. هل حصل معك هذا الموقف؟ ومتى هي النقطة التي انتقلت فيها؟ من اتخذ قرار انتقالك إلى مؤسسة صحية أخرى؟ هو طبعا أنا بعد ما سويت العملية عندهم جلست تقريبا حوالي 10 أيام، طلعت من عندهم على البيت وأنا لازلت أعاني من الألم في نفس المنطقة اللي سويت فيها العملية. بعد أسبوع تقريبا ما طلعت رجعت لهم مرة ثانية أنه أنا صار عندي حمى مزمنة يعني على طول كل يوم تعدي 38 وألم حاد، ما أقدر أكل ما أقدر أنام ما أقدر أتحرك أبدا. فرجعت عندهم وحطوني على مضادات حيوية يحاولوا أنهم يعرفوا إيش سبب الالتهاب هذا، وطبعا خافض حرارة وإلى آخره يعني من الأدوية اللي هم يستخدموها في المستشفيات. لمدة 6 أيام هم ما عارفين أنا إيش سبب الحمى اللي عندي وإيش سبب الالتهاب اللي عندي. بعدها صار اكتشف إنه في شيء يعني كان خطأ بس في العملية، وجزء من الجزء اللي استأصلوه كان لازال باقي في جسمي وطلع يعني بطريقة طبيعية يعني طبعا بعد ما سبب لي ألم شديد. ما اعترفوا انه هذا الجزء باقي من اثار العمليه، ولكن برروه باسباب اخرى يعني كمواد لزيقه وما الى ذلك يعني ممكن تنتج بعد العمليات الجراحيه. نعم. وكملت 12 يوم عندهم وطلعت بنفس الالم لا زال موجود عندي. فبعد ما طلعت من عندهم هو مسلسل طويل يعني شويه، 3-4 أيام في البيت رجعت لي نفس الالام فما تحملت. بعدين الأهل ضغطوا علي يعني وأنا بقناعة أنه خلاص بروح مؤسسة حكومية مؤسسة صحية حكومية. فرحت وبدأت رحلة العلاج عندهم. الحين صار لي تقريبا أكثر من شهر وأنا أتعالج في مستشفى حكومي، لدرجة أنه في المرحلة الأخيرة يعني صار عندي يعني ألم غريب جدا يعني استغربت منه ورجعت لهم المؤسسة الصحية الخاصة هذه أني أنا أريد أشوف الطبيب اللي كان يعالجني من البداية اللي هو أخصائي الجهاز الهضمي، أكثر واحد ممكن يفتي في موضوع يعني. فطبعا سووا لي تحاليل وكذا وقالوا أنه يعني هذا الشخص يعني ألم عادي عنده، مجرد غازات في الأحشاء وكذا، ممكن تستدعي أنه يعني عملية فتح بسيطة عشان يتخلصوا من هذا الشيء. وطبعا يعني حسب كلام الطبيب الجراح اللي جاء أنه هو يقدر يسوي العملية هناك عنده في المستشفى، بس المستشفى غير مؤهل. يعني هو كافئ طبيا ولكن المعدات الطبية والاستعداد لإجراء العملية مش موجود. كمؤسسة صحية غير مستعدة لإجراء عملية. هم اقترحوا عليك أنك تنتقل لمؤسسة حكومية يعني؟ لا، هذا كان قراري أنا وقرار الأهل طبعا يعني. قرار الأهل كان زين. أنت يعني استمريت معاهم فترة يعني من إجراء العملية إلى ما اليوم اللي قررت فيه مع الأهل انتقال لمؤسسة صحية حكومية، صح؟ حوالي شهر ونص. شهر ونص. بعد شهر ونص أيوة. أنت رحت المؤسسة الحكومية. المستشفى الحكومي إيش سوى مباشرة يعني؟ في أول مرة رحت لهم نوموني عندهم لأنه ما كانوا يعرفوا شيء عن حالتي ما عدا التقارير اللي أنا خضيتها من المؤسسة الصحية الخاصة. وكانت تقارير غير كافية يعني، اضطروا انهم يعيدوا فحصي من اول وجديد ويدخلوني. بس العلاج عندهم في المستشفى فعلا يعني لمده 13 يوم.
في المستشفى الحكومي انه امني 13 يوم يتابعوا حالتي يعرفوا ايش السبب يعني للالام اللي لا زالت موجوده عندي على الرغم من ان انا سويت العمليه وهم قروا التقارير بس ما كانت واضحه بالنسبه لهم يعني فانت ما تعطيهم يعني انت يعني جلست 13 يوم بعدين عملوا لك علاج معين يعني عملت عمليه معينه؟ لا جلست 13 يوم وطلعت لانه الالم خف في مرحله من المراحل بعد المضادات الحيويه فطلعت بعد 13 يوم هذول جلست في البيت 3 أيام أو 4 أيام بالضبط رجع لي الالم أسوأ بكثير كانت هذه هي المرحله الحرجه جدا يعني لما انا رحت مره ثانيه للمؤسسه الصحيه الخاصه هذه واكتشفوا انه في عندي غازات في الاحشاء يعني كم على بتعريف الطبيب there is a free gas leakage in the tummy أيوة. يعني بمصطلحه هو يعني نعم. بهذا فأنت الحين أنا سؤالك الآتي يعني الحين أنت صحتك يعني عالجوك في المستشفى الحكومي؟ نعم عملوا لي عملية بعد يعني في تاريخ كان 12 مارس نعم لما رحت لهم طلعت من المؤسسة الصحية هذيك أنا من سيارة الإسعاف على المستشفى الحكومي على طول بعد ما وصلت عندهم يمكن بساعة بالضبط أو أقل من ساعة دخلوني غرفة العمليات لأنه كانت مسألة حياة أو موت يعني كل هالمدة مع الجماعة يعني ما في أي ردة فعل في المستشفى الآخر نفس اليوم دخلت الطوارئ ودخلت إلى العمليات أنا أتمنى لك بدر أنا يعني أخي أحمد أتمنى لك الشفاء العاجل بس الأستاذ عبد العزيز عندك أي سؤال له؟ لا لا أيوة. فإحنا سمعنا حالتك لعدة أسباب أخي أحمد أول سبب هو أن نعرف الناس على أنه في حالة في حالات شخص متعلم شخص ناجح شخص فاهم ومع ذلك يتعرض هذا وفي مؤسسة صحية يعني يفترض أنها يعني مرخصة وفيها يعني جراحين وفيها هذا لا يعني ما في مؤسسة لا تقع في أخطاء طبية لكن طريقة التعامل القصة اللي حكاها بدر أو أحمد وش المقصود إيش الرسالة اللي ممكن لو لم تحدث هذه الأشياء أخي أحمد لما حدث الوضع اللي أنت فيه أكيد طبعا لكن الرسالة اللي ممكن أوجهها أنا هي موجهة للطرفين المؤسسات المسؤولة عن المؤسسات الصحية نفسها يعني أنه يا جماعة راعوا ضميركم شوية أنه أنتوا هنا عشان تقدموا خدمة تساعد الناس أنهم يعيشوا بطريقة أفضل ما تخلوهم يصيروا للأسوأ الجهات المرخصة أنه يكون فيه رقابة أشد تراخيص تكون أكثر حذر لما تعطى لمؤسسات صحية لأن هذه فيها مسألة حياة أو موت يعني حياة ناس متعلقة بهذه التصاريح بهذه المؤسسات المرضى نفسهم أنه يكون عندهم وعي كافي أن أنا أقيم المؤسسة هذه وأقارن بينها وبين مؤسسات أخرى وإني أخذ رأي طبيب وثاني وثالث ورابع قبل ما أنا أتخذ قرار إنه أنا خلاص يعني نويت إني أسوي العملية هذه فالكل طبعا بيدين الله يعني في الآخر لكن صحيح. الإنسان يكون حذر أكثر ومثل ما قلت شيء مسألة الضمير نفس الشيء من المؤسسات هذه إنه ما تكون فقط مؤسسات ربحية هي في الأساس تقدم خدمة إنسانية يعني أنا جالس أساعد ناس مثل ما قلت لك إنهم يعيشوا حياة أفضل ما أنا أخليهم أنه تصير حياتهم للأسوأ جميل هذا يعني نتمنى لك إحنا الأخ أحمد الصحة والعافية وأنك ترجع لحياتك الطبيعية قريبا جدا بعد هذه السلسلة والمراحل من العلاج ونشكرك شكرا جزيلا طبعا على أنك يعني سعة صدرك في أنك أنت تشارك المستمعين كلهم القصة هذه وأكيد في دروس متوخاة ونتمنى لك تابع الحلقة كذلك عشان نسمع أكثر من ضيفنا ونستفيد من معلومات القانونية عن مسؤولية الطبيب ألف شكر لك وألف سلامة ألف شكر لكم الله يسلمك مع السلامة رحت يما الطبيب قال لي داوي الجروح رحت يما الطبيب قال لي داوي الجروح قال جرح المودة ما يسر الدوابة قال جرح المودة ما يسر الدوابة
قلت قلبي تكلف يا الطبيب النصحي قلت قلبي تكلف يا الطبيب النصحي قال طبه ما علي ولعه واشتقابه والله قال طبه ما علي ولعه واشتقابه تجمل دلني وين اروحي قلت بالله تجمل دلني وين اروحي وين بلقى علاجي والاداوي تشابه وين بلقى علاجي رجعنا لكم مستمعين الكرام، ويا ليت كل الأمراض والجروح هي من نوعية اللي يحكي عنها محمد عبده الرائع مطرب العرب وفنان العرب، ولكن الحقيقة أنه هناك جروح أخرى يحتاج لها نفهم أكثر العلاقة بين الطبيب. العلاقة الإنسانية أستاذ عبد العزيز يعني نمشي فيها أكثر، تكلمنا عن ماهية هذه العلاقة بين الطبيب وبين المريض، فتبي تكمل معانا على هذا. أول حاجة تمنياتي للمريض أحمد الشفاء العاجل ولكل مريض الشفاء. بالنسبة واجب علي أن أوضح نقطة مهمة ألا وهي علم المريض بحقوقه القانونية والتي تنقسم إلى قسمين في اتجاه الطبيب المعالج، وهي حقوق جزائية والحقوق المدنية. الحقوق الجزائية وفي حالة خطأ الطبيب في علاج المريض ويؤدي هذا الخطأ إلى القتل أو الإصابة، فإنه يقع تحت طائرة قانون الجزاء العماني حيث نصت المادة بالنسبة للمادة 254 و255. بالنسبة للحقوق المدنية، ويقصد بالحقوق المدنية وهو الضمان المالي كالديات والأروش. الديات والأروش، نعم. في ناس ما عارفة تماما إيش يعني نظام الديات والأروش. هو مرسوم سلطاني رقم 118/2008، نعم، حدد نظام التعويض عن الإصابات. أشار المرسوم السلطاني رقم 67/2004 بإنشاء صندوق التعويضات على الأخطاء الطبية، حيث أشارت المادة الثانية المعدلة بموجب المرسوم السلطاني 21/2012 يلتزم صندوق التعويضات على الأخطاء الطبية بسداد التعويضات التي يحكم بها أو يتم التصالح بشأنها مع المتضرر أو ورثته على الأخطاء الطبية التي تقع من العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية دون غيرها. كما أن التعويضات عن الأخطاء الطبية ثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز والجروح والإصابات وفقا لأحكام مرسوم التقديرات تقدير الديات والأروش
على أن يكون التعويض في حالة العجز الكلي الدائم بذات قيمة التعويض للوفاة. نوضح للناس اللي قلته الآن أستاذ عبد العزيز، الدية هي معروفة اللي هو اللي يدفعها القاتل أو متسبب في القتل ل يعني ورثة المتوفي. المتوفي، والأروش اللي هي التعويضات عن الإصابات في جسم الإنسان. نعم، كل إصابة محددة وفق نظام الديات والأروش بموجب المرسوم السلطاني 118/2008. نعم، حدد كل إصابة تقدر بمبلغ معين. لهذا فإن أي إصابة أو خطأ فإن كقضاء أو مؤسسة قضائية تلتزم بموجب المرسوم السلطاني في التعويض، في تعويض المتضرر بالخطأ الطبي وفق هذا النظام. نعم، جميل. ف يعني نتكلم عن هذا، الديات والأروش تنطبق على الحقوق، هذا كحقوق للمريض. نعم، بالنسبة للتعويض المدني. نعم، أو الحقوق المدنية. كيف نحافظ على هذه الحقوق؟ أنا ما شخص داخل طبيب أو داخل مستشفى، هو ما يقصد يعني ما في حد في ذهنه لا الطبيب ولا المريض أن أنا يعني بيقع خطأ طبي. الحفاظ على هذه الحقوق أنه يعرفها مسبقا مثل في حلقتنا اليوم. نعم، مش كذا؟ والمحيطين فيه بعد يعرفون هذه الحقوق. والافتراض، الافتراض العلم لكل شخص يفترض العلم بحقوقه. بالنسبة للحقوق فمن السهل، من السهل أن تعلم ما هي حقوقه باللجوء إلى الشخص المطلع على النظام، مطلع على القوانين. من السهل أنك ترجع للشخص اللي لديه العلم وممكن يفيدك يعطيك المعلومة. نعم، صحيح. طبعا أستاذ عبد العزيز، في عدة قوانين أو قرارات لها علاقة بموضوع الأخطاء الطبية أو مسؤولية الطبيب. نعم، إيش هي مجموعة هالقوانين في سلطنة عمان؟ في بداية الأمر هناك مرسوم سلطاني 22 رقم 22/96 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، التي حددت واجبات الطبيب والتزاماته وعقوباته، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت على هذا المرسوم وهو 21/2012. معظم يعني حددت هذه القوانين التزامات الطبيب وطريقة التعامل مع المريض ومسؤولياته، تم ذكرها في هذه القوانين. جميل. وإحنا عندنا أيضا ذكرت أنت نظام الديات والأروش أيضا يدخل في الموضوع بالنسبة للتعويضات المدنية. جميل. أيضا عندنا اللي هو المرسوم السلطاني مهم جدا، يتعلق بأن تنظيم الأخطاء الطبية في القطاعات الصحية الحكومية، ما كذا؟ نعم، اللي هو المرسوم السلطاني بخصوص أعتقد إنشاء الصندوق. بإنشاء الصندوق، نعم. أيوة. 64. نعم، اللي هو صندوق إيش هو يسمونه؟ صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية. ما فكرة هذا الصندوق أستاذ عبد العزيز؟ إنشأ هذا الصندوق لغرض، ألا وهو تعويض المتضرر عن أي خطأ أصيب نتيجة خطأ طبي. فإن هذا الصندوق هو المسؤول عن أو يحل محل المخطي في مواجهة المريض أو المتضرر. نعم، في دفع المبالغ، في دفع المبالغ، في أي مبلغ يحكم له من الجهة القضائية أو في حالة التصالح. جميل. إحنا الحين نوضح لمستمعينا، كل مهنة لها يعني احتمالية وقوع الخطأ، إنزين؟ في ويسمونه هم التأمين المهني، مثلا المحامين عندهم تأمين على أفعالهم وتصرفاتهم بما يحقق إيذاء للآخرين أو دعاوي ضدهم بالتعويض، المهندسين، المحاسبين والأطباء يفترض أن يوجد نوع من الغطاء التأميني عن أخطائهم. في سلطنة عمان المرسوم السلطاني في 2012 له؟
في 2004. 2004 في إنشاء الصندوق؟ بإنشاء الصندوق. أيوة 2004 بإنشاء الصندوق كان هدفه تحقيق هذاك الغطاء المادي في حال وقوع الخطأ من أطباء في مؤسسات الصحية الحكومية فقط والعسكرية. نعم. فيعني هدفه هكذا. لكن هل بالفعل إحنا مو معايير محاسبة ما هذا، لكن هل المبالغ المذكورة والمرصودة لكل مهنة طبية كافية أستاذ عبد العزيز؟ بالنسبة للأخطاء الطبية أو تعويضات الأخطاء الطبية، فإن الصندوق يكون تحت مظلة وزارة الصحة. نعم. فإن أي تعويض بالنسبة للمضروب المتفق عليه أو الصادر بحكم قضائي، فإن وزارة الصحة أو بالأحرى الصندوق يجب عليها أن تسدد من هذا الصندوق قيمة التعويض المتفق عليه أو بحكم قضائي. إنزين، فأحنا ندخل في طبعا الطبيب ما لوحده في مستشفى أو كذا، ما هو الشخص الوحيد اللي يتولى علاج مريض، في يعني في إجراءات. فأحنا بندخل في المحور الثالث من محاورنا بس بعد ما نطلع هذا الفاصل. الطبيب المعالج يا حبيبي وصف جرح قلبي علاجة حبيبي ما يفيد الأسف ولا تعذر بحقه ما لها أي دليل ولا تحمل خفوقي فوق همه كلاف لا تزيد جروح المستصاب العليل الطبيب المعالج يا حبيبي وصف جرح قلبي علاجه بالبكاء والعويل. بعيدة والكواسر خسف والمسافر شراعه بين حي وقتيل والرياح العتية عاصفة تعتصف من بروق المواني ما ظهر لي قليل الطبيب المعالج يا حبيبي وصف جرح قلبي علاجة والعويل رجعنا لكم مستمعين الكرام، نوجه تحية للمطرب العماني الشاب أمين العجيلي صاحب هذا الأغنية عن الطبيب المعالج. إنزين، فنرجع لمحورنا. إحنا محورنا أستاذ عبد العزيز الثالث هو العاملين في المهن الطبية المساندة وعلاقة الخطأ الطبي بالمؤسسة العلاجية أو المستشفى. أشارت المادة رقم واحد من القرار الوزاري 142 على 2014 في تعريفه لمصطلح المساهم، كل من يشغل إحدى الوظائف الطبية والوظائف الطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية وهي المدنية والعسكرية. نعم. كما أن المادة الثانية من ذات القرار أشارت إلى إلزامية الوظائف الطبية المساعدة الواردة بالملحقين رقم 1 و 2 المرفقين بالمرسوم السلطاني رقم 33/2013 المشار إليه بسداد الاشتراكات السنوية في صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية بالقيمة المحددة. يفهم مما ذكر أن أي خطأ في حالة ثبوته من قبل هاي الفئة يقع تحت طائلة المسؤولية بأنواعها الجزائية والمدنية. علاقة الخطأ الطبي بالمؤسسة العلاجية وهي المستشفى. لكون المادة 254 و255 جاءت في الباب السادس وهو في الجرائم الواقعة على الأفراد،
حيث أشارت في هذه الحالة في حالة القتل والإيذاء عن غير قصد يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبالغرام من 10 ريالات إلى 500 ريال أو بإحدى هاتين عقوبتين فقط من تسبب في قتل إنسان عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الأنظمة. والمادة 255 يعاقب بالسجن مدى لا تتجاوز بالسجن لمدة سنة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 ريالا من تسبب في الإيذاء عن إهمال وقلة احتراز وعدم مراعاة الأنظمة. إلا أنه تعلق الملاحق عن شكل المتضرر إذا لم ينجم عن الإيذاء أو ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن المد عن العمل لمدة لا تزيد عن 10 أيام. 10 أيام. يعني ملخص حديثك هذا إنه قانون الجزاء العماني، المادتين اللي قريتهم الآن من قانون الجزاء العماني يكيف الخطأ الطبي. يفهم مما ذكرنا سابقا يعني ان العقوبه شخصيه في مواجهه المخطئ والمتسبب. نعم، ايش معنى العقوبه الشخصيه استاذ يعني عبد العزيز؟ توجه للفرد. يعني مثلا انا اتعالج، انا ميمونه متعالجه عند عبد العزيز. نعم. ما ارفع شكوتي على مستشفى الفلاني، ارفع شكوتي على عبد العزيز. هذا بالنسبه للشق الجزائي. الشق الجزائي. نعم. يعني اللي هو الإيذاء المتسبب في الإيذاء، المتسبب وهو ذا. وهو الطبيب او المساعد. نعم، او المساعد الطبيب. نعم، هذه من الجرائم الشخصيه المفترض انها توجه للشخص، فما ترفع الدعوه مثلا على المستشفى في دعوه جزائيه. لا صح، ما يصير، ما يمكن ترفع على المستشفى. لكن في الشق المدني، الشق المدني بعد ثبوت بعد ثبوت الخطا المتضرر ممكن ان يقيم دعوه او يختصم صندوق تعويضات. في حاله ثبوت الخطا فإن المحكمة تلزم صندوق التعويضات بدفع قيمة التعويض. جميل، أنت الحين وضحتنا أستاذ عبد العزيز الخطأ الطبي لما يكون في المهن المساعدة أو من الأطباء في المستشفيات الحكومية. ماذا عن المؤسسات الخاصة مثل ضيفنا أحمد اللي كان على الاتصال؟ نعم. مؤسسة صحية خاصة، كيف الحل؟ الحل بالنسبة للطبيب اللي قام بعمل العملية ممكن أقدم أو يقدم شكوى جزائية في مواجهة الشخصية مباشرة. بالنسبة في حالة أو في حالة ثبوت الخطأ من قبل الطبيب المعالج فيتوجه إليه مباشر بدعوى تعويض. تعويض مدني؟ تعويض مدني. جميل. لأن لم يشمل صندوق تعويضات للمستشفيات الخاصة. لأن واضح بالنسبة للصندوق أو أهداف الصندوق أو محددة وهي المدنية والعسكرية. فبالتالي المستشفيات الخاصة لا تخضع لصندوق التعويضات. نعم، فهو عند الحل إنه إذا ثبت خطأ على الطبيب بصفة شخصية في يطبق قانون الجزاء العماني. نعم، نعم. وإذا كان الخطأ عن طريق يعني ثبت الخطأ على هذا تعويض مدني على المؤسسة الصحية الخاصة. على المؤسسة الصحية. جميل. أظن في اتصال. ناخذ اتصال المعذرة. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك وخيري؟ نشكر الله، الحمد لله بنعمة. أخباركم أنتم؟ الحمد لله. الحمد لله. من معنا لطفاً؟ مندي سعيد بن عزيز الهشامي. اهلا مرحبا الاخ سعيد الهشامي. الحمد لله. طبعا يعني انتم اليوم تتكلم عن الاخطاء الطبيه وهذه. نعم. طبعا يعني لم يهمل المشرعون في العهود الاسلاميه الاولى روابط الاسلام وكلياته في الممارسات الطبيه، وقد سبقوا بذلك اوروبا بقرون طويله. نعم. عندي؟ نعم معك. نعم نعم. فقد منع الخلفاء والفقهاء والقضاة الطبيب الجاهل الذي يخدع الناس بمظهره ويضرهم بسوء طبه من مزاولة مهنة الطب. ففي عام 319 هجرية أمر الخليفة العباس المقتدر محتسبه إبراهيم بن بطحاء ابن أبي صيبعة، نعم، يعني بمنع جميع الأطباء من المعالجة إلا من امتحنه رئيس الأطباء في ذلك العهد وهو سنان بن ثابت بن قرة. هذا أيام المقتدر، الخليفة. نعم. المقتدر. نعم.
ما شاء وقد الله. كتب له رقعة بما في بما يطلق له بما يطلق له التصرف فيه من الصناعة، وقد امتحن يعني وقد امتحن في بغداد وحدها وقتئذ 800 طبيبا، عدد الذين لم يدخلوا الامتحان لشهرتهم وعلو شأنهم في الطب. نعم، معلومات ممتازة الأخ سعيد الهشامي. نعم. صراحة تتكلم عن أنه يعني تقدم الدولة الإسلامية آنذاك في اهتمام ب يعني مسؤولية الطبيب وترخيصهم. وقد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، طبعا من سنة أبي داود. يعني من إيش الحديث الله يخليك كرر علينا؟ من تطيب ولم يعلم، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فهو ضامن، طبعا هذه كلمة ضامن يعني لها أثر قانوني، طبعا يكون هو ضامن للتعويض. التعويض فعلا. نعم فعلا، لأن يعني الأخطاء الطبية هذه يعني ما أخطاء يعني بسيطة. يعني ما أنك يعني أخطاء يعني سيارة ولا شيء، هذا حياة إنسان فعلا يترتب عليها. هذا زميلنا يمكن تابعت انت في الحلقة، كان ضيفنا احمد اللي ذكر قصته، يعني هو تعطل طبعا ما يداوم، وفي اخرين فقدوا يعني رب اسرة او يعني فقدوا افراد من اسرة بسبب اخطاء طبية. بسبب الاخطاء الطبية. نعم. نحن نشكرك الأخ سعيد الهشامي على هذا الإضافة الطيبة الممتازة. شكرا جزيلا. يومك سعيد إن شاء الله. ألف شكر. مع السلامة. مع السلامة. جميلة هذه الإضافة من الأخ سعيد الهشامي اللي ذكر فيها اهتمام بترخيص الأطباء. نكمل آخر موضوع من محاورنا، تفضل أستاذ. بالنسبة للترخيص، أشار المرسوم السلطاني رقم 22/96 المادة الثانية، لا يجوز لأي شخص مزالة من الطب ما لم يكن حائزا على ترخيص مسبق من الوزارة وفق الشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. فبالتالي لا يمكن لأي طبيب أن يمارس أي عمل طبي إلا بترخيص من وزارة الصحة. جميل. فبالتالي وزارة الصحة هي الجهة المعنية بالتراخيص تنظيم المهنة. تنظيم المهنة. نعم. جميل. إحنا في آخر محور من محاورنا بنتكلم أستاذ العزيز عن الإجراءات اللي يعني العملية اللي فيها يعني إيش الخطوات القانونية يعني رفع موضوع الخطأ الطبي في مؤسسة ما. نعم، وهي الأثار القانونية للخطأ الطبي. نعم. الأثار القانونية للخطأ الطبي هي أثار جزائية ومدنية. المسؤولية المدنية أشارت المادة 176 من قانون المعاملات المدنية الصادرة أو الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/29/2013 كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم أن ارتكبه بالتعويض. الذي له الحق في التعويض وفي المطالبة به هو دائما المجني عليه حال حياته. مجني عليه هنا هو المريض في حال حياته. أما إذا أسفر الخطأ الطبي عن وفاته أو وفاة المجني عليه كان لورث الحق في المطالبة بالتعويض، ويكون التعويض دائما على الضرار التي لحقت بالمجني عليه أو ورثته من جراء الحادث الطبي. نعم. لذلك يشترط أن يكون رافع الدعوة التعويض هو المضروب الذي له حق شخصي مباشر متولد من جريمة الإصابة أو القتل الخطأ المتسبب للخطأ للمضرور الحق في أن يرفع دعوة مباشرة أمام القضاء المدني. وهذا الحق الأصيل له مطالب وهو مطلب متسبب في الضرر بالتعويض، وكذلك هي حق المضرور أثناء نظر الدعوة الجنائية عن خطأ طبي أن يضم نفسه مدعيا بالحق بطريقة تبعية للدعوة الجنائية. جميل. في الشق المدني بنتكلم فيه بعد دقائق، بس عندنا اتصال. ألو، مساء الخير. مساء الخير الأخ سليمان، كيف حالك؟ طيبة. الحمد لله، نشكر الله بنعمة. معاش منصور بن حامد بن عبد العزيز البلوشي. أهلا بك الأخ منصور، كيف الحال؟ الحمد لله بخير. أهلا بك. هذا الصندوق اللي صيوب المرسوم السلطاني، هذا حدث القصة السبب أنا بوفاة أخي
في 2004. 2004. أيوة. كان أخي سرت عليه الضغط وديناه إلى مستشفى السلطاني، ومن ثم مستشفى السلطاني حول الدكتور إلى مستشفى خولة لإجراء عملية في الرأس. هل يعقل إنسان عنده الضغط وارتفاع الضغط يقول لدماغه وهذه الطريقة اللي حصل في هذا الموضوع؟ وسوي أخطاء طبية ولكن نحن ما شفنا أي شيء، والله يرحم أخي بهذا الشيء. حصل تعويض؟ ما حصلنا على أي شيء، نحن ما بغينا بكنا بالتعويض، بكنا بروح الإنسان. هذا اللي حصل، بغينا نكون كن أسوة بالغير. أيوة أخ منصور، إحنا أولا نشكر اتصالك بعد كل هالسنوات، يعني أنه تذكر أخوك وهو يعني الخطأ الطبي اللي وقع عليه، أسأل الله الرحمة له إن شاء الله. المعذرة انقطع اتصال. أنا يعني يرحم الله أخو الأخ منصور في 2004، ولكن التعويض ترى نوضح، لذلك عندنا حلقتنا اليوم، التعويض هو حق مدني مشروع يعني من حقوق الورثة لنتيجة هذا الخطأ، حاله حال الأخطاء الأخرى اللي تقع على حياة الإنسان. نعم. كحادث السير أو أي خطأ آخر. نكمل المسؤولية المدنية على السريع لأن الوقت يداهمنا، تفضل أستاذ. واجب علينا يعني تحديد الفرق بين الدعوة الجنائية والدعوة المدنية. الدعوة الجنائية فيها صدد من حيث الموضوع، نجد أن الدعوة الجنائية موضوعها طلب توقيع عقوبة على الجريمة. أما الدعوة المدنية فموضوعها طلب مبلغ من المال يكون بمثابة التعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة للمضرور. ومن حيث اختلاف الخصوم نجد أن الدعوة الجنائية يباشرها للدعاء العام باسم المجتمع. نعم. والدعوة الجنائية، أما الدعوة المدنية فيباشرها فرد من الأفراد هو المضروم من الجريمة باسمه والحساب الخاص وحده، وعليه المسؤول مدنيا في نفس الوقت. ومن حيث اختلاف السبب نجد أن الدعوين وإن كان مصدرهما واحد هو الواقع الإجرامية إلا أن هذه الواقعة تعد سببا للدعوة الجنائية من حيث النظر إلى ناحيتها من ناحية العامة. فحسب وصفها الجريمة خلت بالنظام الذي رسمته الجماعة وفرضت عليه مخالفة عقوبة لذلك، حينها تعد سببا للدعوة المدنية من حيث النظر إلى الناحية الخاصة فحسب. ووصفها فعلا خاطئة مما يوجب ملزومية فاعلها بالتعويض عن الضرر. جميل. ففي علاقة بين الدعويين المدنية. نعم. والجنائية، وأحدهما تؤدي للأخرى. نعم. نحن صراحة موضوع الأخطاء الطبية نتمنى أن خلال هالحلقة أن نحن قدرنا نغطي لكم معلومات أساسية. النظام الأساسي يتكلم عن مبادئ اجتماعية، منها الحق في حياة صحية وكفل وجود مستشفيات ورعاية صحية اللازمة للمواطنين. تكلمنا عن قانون مزاولة مهنة الطب البشري، تكلمنا عن صندوق يعني التعويضات الطبية، وتكلمنا عن أيضا الديات والأروش، ووضحنا مع ضيفنا الكريم أستاذ عبد العزيز هذه المفاهيم. أتمنى استفدتوا من هذه المعلومات القانونية. نحن عندنا الفقرة النهائية المعتادة وهي الجريدة الرسمية، نستعرض عليكم اليوم العدد رقم 1094 من الجريدة الرسمية الصادر في 29 مارس 2015. صدر فيه عدة قرارات وزارية، أولها قرار وزاري من وزارة التعليم العالي رقم 21/2015 بإصدار لائحة الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير العمانية ومعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحها. ثم صدرت عدة إعلانات من جهات رسمية، منها وزارة القوى العاملة إعلان شأن طلب تسجيل نقابة عمالية، ووزارة التجارة كالمعتاد أصدرت عدة إعلانات بنشر طلبات تسجيل العلامات التجارية أو التأشير في السجلات بالترخيص وبالانتفاع، وإعلان تجديد مدة حماية علامات تجارية. كما طرح مجلس المناقصة رقم 17/2015، والبنك المركزي طرح إعلان بشأن القيمة الإجمالية للنقد المتداول في السلطنة إلى نهاية شهر فبراير 2015، مع إعلان بشأن الميزانية العمومية ربع السنوية للفترة المنتهية في 31/12/2014. هذه كان استعراضنا للجريدة الرسمية رقم 1094، عشان نبقيكم دائما على اطلاع بالمراسيم السلطانية. في نهاية حلقتنا نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ عبد العزيز بن سعيد بن ناصر الراشدي، وهو محامي، وأفادنا اليوم بمعلومات عن الأخطاء الطبية. ألف شكر لوجودك معنا. العفو.
أبادركم الشكر بالشكر، وأتمنى أن أكون قد أفدت المستمع بهذه المعلومات البسيطة وتكون في مفيدة لهم إن شاء الله. ألف شكر على نفعنا بهذه المعلومات. مستمعينا الكرام، ألف شكر لمتابعتكم برنامجكم حوار في القانون، ولقاؤنا الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. مع السلامة. حوار في القانون مع تحيات ميمونة بن سعيد السليمانية، جمال بن محمد الشعيلي، وهلال بن سالم الهلالي.